الاسم محمد نجيب كركشو، رئيس جمعية تجار وسكان ومهني المدينة العتيقة، جمعية رباط الأنوار. أول شيء الشكر صاحب الجلالة حفظه الله على المجهودات الجبارة اللي قام بها بهذه المناسبة على الصحة وسلامة المواطنين والوقوف على مختلف القطاعات المعنية لمواجهة هذا الضرر وتجويد السوق بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد التطهير. وفي نفس الوقت كنشكروا الناس ديال الإدارة الداخلية بكل أطرها من دارك ملكي والقوات المساعدة ورجال السلطة والأطر الصحية كذلك، والتعليمات الصارمة التي تعطت صاحب الجلالة للقوات المسلحة باش يقوم بهذا الواجب هذا، جزاهم الله بألف خير. والتزام السكان والتجار والمهنيين بهذا يحترموا كل واحد واحد كيحترم، وحنا واقفين على الشهادة بندير جميع المجهودات باش نكونوا باش هذا الشيء ينجح بإذن الله ونكونوا في المستوى المطلوب باش نتغلبوا على هذا الفيروس اللي كيتشارع على الصعيد الدولي باش نتغلبوا عليه ان شاء الله باذن الله. وهاد المبادره اللي دار صاحب الجلاله على هاد الماده اللي يجمعوا الفلوس ديال باش يتجمع باش يتغلبوا على هاد الشيء هذا، الحمد لله كل شيء ساهم فيها من قريب او بعيد، جزاهم الله بالف خير ومشكورين. واطر الصحه كذلك مشكورين، والقوات المسلحه مشكوره كذلك على المجهودات اللي قاموا بها. وبهذه المناسبة كنطلب من التجار والسكان والمهنيين باش يقوموا بالواجب ديالهم ويلتزموا الحدود ديالهم ويسمعوا الكلام ديال السلطات اللي قايمة بالواجب ديالها باش يسمع باش كل واحد يلتم المكان ديالو ويجم المحل ديالو. وبنفس الوقت كنهضر مع التجار اللي كيبيعوا المواد الغذائية باش يحترموا الأثمنة وما يهدوش على الناس في الأثمنة ويعملوا الواجب ديالهم حتى هما. وأي واحد دار شي مخالفة إلا حنا هو بالمرصاد، حنا ما نرحبوش نهائيا، لأن السلطة راه قايمة بهذا الواجب هذا وحنا معاهم وحنا كنأيدوهم. أي واحد حنا كننبهوهم باش نقول لهم يحترموا الأسعار، وكل واحد يبقى في الدار ديالو إلا الضرورة. وكنلزموا الناس كلهم اي واحد باش يقوم بالواجب ديالو. واهم شيء هي النظافه، الله يجزيكم بخير، لازم النظافه بالغسل اليدين اي حاجه. وكاين المعقبات كلها فين يدخل بنادم المنظر ويشم مع وليداته ولا هذا، يحافظ على النظافه ويبعد من السلام باش اي واحد ما يسلمش عليه، اي واحد يسلم عليه ما يسلمش عليه، يعني يكون شويه ديال الرقابه الصارمه. جزاكم الله بألف خير مع وليداتكم ومع عائلتكم، وجزاكم الله بألف خير. وهذا النداء كنوجهوه لجميع سكان المدينه العتيقه ومدينه الرباط بصفه عامه وجميع المواطنين بصفه خاصه، يعني كنطلبوا منهم باش يلتزموا في ديورهم، وراهم التزموا. وعندنا تقريبا الناس كلهم يعني المحلات التجاريه كلها التزمت وكلها وافقت وكل على كلهم بقى في المحل ديالو الا للضروره، واللي محلو دابا حاليا اللي يعني الناس اللي خدامين بالنسبه للمسائل ديال الخبز، بالنسبه للبقال، بالنسبه للعطار، بالنسبه للمولي اللحم، يعني هذو راه خدامين وبالاثمنه يعني ديالهم العاديه. واي واحد كان عنده شي حاجه الا والتزم بالسلطات المحليه، واللي تلزمنا حتى حنا نبلغوا السلطات المحليه باي ضرر وقع لهم الا من ناحيه الغلاء ولا اي شيء. اي واحد ما قامش الواجب ديالو الا غنكونوا له بالمرصاد، حنا مع الدوله ومع سيدنا الله ينصرو. واي واحد الا يبلغ باي حاجه، واللي مريض يحاول يبلغ، كاين الارقام مخصصه لهذا النوع من في وزاره الصحه يبلغهم الا كان شي حاجه اللي هي ضروريه. وثانيا كنطلبوا من الناس ما يبقاوش يكذبوا على الناس وما يبقاش يديروا الفيديوهات اللي هي ما عندها حتى علاقه لها من الصحه، لان كل واحد كيبدا يديروا شي فيديوهات اللي هي غير صالحه وغير معقوله وكلها كذب. هذا ما حتى هما الله يهديهم نقول لهم بالله ما يبقاوش يديروا هذه الفيديوهات، ويحاولوا فيديوهات يديروا المسائل اللي هي رسميه، ومن الاحسن ما يديروهاش.